اليوم في هذا الصباح الطيب مشاركة افتتاح إعادة افتتاح مدرسة الازدهار في عنزارة. حقيقة هذا الإنجاز طيب، ونتمنى بإذن الله تعالى هذا الإنجاز يتم المحافظة عليه ويكون دافع أكبر للاهتمام بالعملية التعليمية. نعم نعم، الوزارة لديها خطة مستقبلية للصيانة مستهدفة كل مراقبات على مستوى ليبيا بصيانة بعض المدارس، وبإذن الله تعالى حينطلق المشروع قريبا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى احنا دائما أي إنجاز نتمنى الاهتمام به، بحيث يكون الصيانة الآن فعلنا الصيانة المدرسية، ونتمنى يكون تفعيلها بالشكل الصحيح للمحافظة على ما تم إنجازه خلال الصيانات، وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان توفير البيئة الخصبة للطلاب. ولكن ما بعد عن زارة إن شاء الله حتكون في مناطق أخرى قريبا بإذن الله تعالى. كل ليبيا إن شاء الله.